صباح الخير مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان، في حلقة جديدة من برنامج اي ام بالعربي. هنكون موجودة معاكم من دلوقتي ساعة من دلوقتي. انا ميرنا مصري وزميلي عماد زين. صباح الخير يا صباح عماد. الخير مشاهدينا، صباح الخير منا، كيفك؟ الحمد لله. كيفكم مشاهدينا؟ اهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا، برنامج اي ام بالعربي. اليوم رح نحكي عن كثير شغلات بتهمكم بتفيدكم مثل ما تعودنا كل مرة. طبعا هنوضح الاول فقرات البرنامج، طبعا وفقرات البرنامج دايما بنتكلم فيها عن اول حاجه هي الدراسات العلميه، وتاني حاجه موضوع يخص الراجل ولا الست، وطبعا بيبقى فيه بيني وبين عماد كده مشادات شويه، طبعا واخر فقره هي بتكون النصيحه. وهنبتدي مع الدراسات العلميه، واول دراسه معانا، اول دراسه معانا بتقول يا عماد ان الست بتحترم القواعد ونظام المرور، وهي سايقه، عشان كده بتتحمل السواقه اكتر من الراجل. ما بتوقع هيك، يعني في كتير حوادث على فكرة سببها. لا 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 لا، أكيد لا مشكلة في الراجل. تاني دراسة معانا بتقول إن المتفائلين بيعيشوا أطول نسبة ب 15% من رفقاتهم وأقربائهم والناس اللي حواليهم. أثبتت الدراسة العلمية إنه المتفائلين بيحظوا بساعات نوم أكثر من أي شخص تاني وبيعيشوا أطول مدة. بيقول لك كمان الدراسة الثالثة إن نسبة الناس المحظوظة في العالم هي 1%، اللي هم بيتجوزوا اللي بيحبوهم وبيعيشوا معاهم قصه حلوه، بنسبه ان في كمان 99% اللي ما بيحالفهمش الحظ خالص يا عماد، نحن اكيد الواحد بالمئة اللي هم تقريبا اللي هو اتجوز صالونات، ده هم اللي هم بيعيشوا يعني. طبعا نحن ما بنعيش اكثر من هيك يعني. طبعا رابع دراسه معنا غريبه شوي، بتقول طبعا مو غريبه يعني، هذا شيء واقع، بتقول انه الشباب طبيعتهم ما بيحكوا مع البنات الا اذا هن حكوا معنا. انا مش مصدقه الدراسه دي، يعني عشان انتوا اللي بتتلزقوا فينا على فكره. لا صدقي. طب خلي بالك بقى ان خامس دراسه معانا بتقول ان الشخص اللي بيتعود انه يكلم حد كل يوم بيبقى اشبه بالادمان، يعني بيدمنه. خد بالك يا عماد ان التعلق اوحش من الحب، ان انا اكون متعلقه طبعا بيك وبكلمك كل يوم، لو طبعا غبت فتره الموضوع ده بيأثر، مش كده؟ طبعا شيء طبيعي، هو شكله بيبيع مخدرات او شيء. طب شو رايك نطلع فاصل؟ طيب ماشي، نطلع طبعا فاصل. نطلع فاصل. رجعنا لكم بعد الفاصل عشان موضوع الحلقة. موضوع الحلقة مهم جدا. طبعا احنا من يومين بالظبط او من 3 ايام كان الفالنتاين اللي هو عيد الحب. طبعا موضوع حلقتنا النهاردة عن حاجة اسمها البخل العاطفي. ناس كتير هتتريق وناس كتير هتقول ده معناه ايه وكذا وكذا، لكن يا جماعة البخل العاطفي ده مهم جدا. الراجل لما بيبخل على مراته بمشاعره او مراته بتبخل عليه بمشاعرها، ده بيؤدي لتدمير البيت وتدمير الأسرة، لأن هو بيبقى يعني ست تكون شايلة مسؤولية، الراجل بيكون شايل مسؤولية، بيبقى محتاج اهتمام، مش كده ولا ايه؟ تماما، حتى كمان بيأثر على العيلة على الأولاد بشكل كتير كبير، ممكن يضركم، تفوتوا بمتاهات تانية. هلا هو البخل العاطفي كمان مو بس يعني مو شغلة مادة، مو شغلة فلوس، لا، هو البخل العاطفي وأكثر من هيك بكتير. في ناس كتير يا عماد كلمتني عايزه تقول رسايل لناس بتحبها. قبل ما نخش، بس نخش نغوط كده في موضوع البخل العاطفي، لان هو يعني شويه هنعاتب ونلوم. في واحد اسمه مش عايزه اقول اسمه دون ذكر اسماء، عايز يوجه رساله لحبيبته. تخيل بيقول لها ايه؟ بيقول لها بطه حلوه بتقول كاك. عارفين ده معناه ايه؟ بطة حلوة بتقول كاك. عارف يعني ايه معناه؟ لا. أول حرف من كل كلمة حروف كلمة بحبك، ده سين بينه ما بينها. يا عايز سلام يقول لها يا سلام. إن هو بيحبها جدا، هيفضل طول عمره بيحبها، إنه إن الحياة وحشة من غيرها،
هي بالمناسبة امبارح قالت له نفس الجملة بتوضح له ان مش عارف، انا مش عارفة ايه مشاعر البط دي، بس مفيش مشكلة، هو بيحبك جدا وعايز يشوفك سعيدة وممكن يعمل اي حاجة عشان يفرحك. اتمنى ان تحسي بيه وتعرفي قد ايه هو بيحبك، وتعرفي قد ايه هو لما بيبصلك بس بيفرح. يا رب الله هيك يا رب يخليكم مع بعض ودين فرحكم يا رب. ان شاء الله. انا عندي تعليق على موضوع البخل العاطفي ده. اللي هو انا شايفه ان الاهتمام مش بيجي غير من شخص هو عايزك، فعلا او شخص مفتقدك، تماما، او شخص بيحس بمساحه البعد بينك وبينه. الراجل اللي مش بيهتم او البنت اللي مش بتهتم بتكون حاجه من الاتنين، اللي يا هي اما حد عنده بديل، يا اما حد مش عايزك اصلا. يعني موضوع خيالي، مش خيانه بالظبط، بس اللي هو يعني شيء عنده بديل، يعني هو مش حاسس بيك. هو مو بس مش حاسس بيك، لا هو الفكرة انه بيكون بخلان عليه بكتير من الامور، من الحب، من الحنان. ممكن يكون البخل عبارة عن الاولاد، يعني كمان احيانا بيكون اذا شاف الولد ابوه بخلان على امه فالولد كمان بصير هيك مثله. بس احنا عايزين يا عماد ان في حالات كتير، يعني في ناس كتير بنات قوي في عيد الحب كانت مستنيه هابي فالنتاين، كلمه حلوه، هديه بسيطه. على فكرة مو بس البنات، حتى أنا كنت مستني كمان. انت كنت مستني؟ إي والله. طيب احنا عايزين من الناس، انا بواجه الناس دلوقتي بقول لهم يا جماعه لو عايزه اعرف تجربتكم في موضوع الفالنتاين ده عدى عليكم ازاي، او سواء ناس متجوزين او ناس مرتبطين، الموضوع ده البخل العاطفي راجع عليكم الصدى بتاعه ايه. كمان عايزه اقول ان ست كمان بتبخل عماد في حاجه، انها ممكن ما تكونش مهتمه بنفسها، ده في حد ذاته بخل. فعلا هي بتكون مشغوله بامور بيتها كثير، بالنسبه للطبخ، بالنسبه للاولاد، بالنسبه للتعليم، فبتهملي حالك. هو انت لما بتهملي حالك بتكوني عم تخسري جوزك كمان، ما تنسي هذا الشيء. بس انتوا كمان برضو بتبخلوا علينا، يعني انت الشغل احنا بنحس الشغل اللي هو ضرتي، اللي هو يعني الزوجة التانية. فعلا فعلا هو اجمالا هو الشغل هو عباره عن شيء اساسي بالاسره لحتى يقدر يعيش اولاده كمان، يعني صحيح، عم تعاني من ولادها كمان. الراجل عنده اساسيات لازم يقوم فيها. احيانا بيرجع من البيت، بيرجع عفوا على الشغل، من الشغل على البيت بيرجع تعبان كثير او نفسيته كثير ما منيحه اميرنا، فبيتعرض لموقف انه هو مش عايز حد قدامه، مش عايز. فنحن انت كبنت لازم تطري الجو. يعني انت عايز توضح لي ان الحل في ايد الست نفسها. طبعا. بس على فكره انتوا عندكم حلول كتير، يعني انتوا بكلمه يا عماد تقدروا تكسبونا. طبعا احنا بكلمه ممكن نقدر نكسب 100 بنت. 100 100 100 كمان لو تفتكر ان الحلقه اللي فاتت الاستاذ رجب لما استاذ اتصل رجب، بينا كان بيعاني عناء شديد من جفاوه زوجته عليه. من 30 سنه 30 30 سنه سنه ما زوجته ما بتقولوش حاجه غير هات. هات هات هات. انا عايزه اقول حاجه يا عماد، زي ما احنا برضو بنترضى بكلمه، انتوا برضو الكلمه برضو بتاثر فيكم، خاصه من يعني من انسانه انت بتحبها او طبعا انسانه هتكمل معاها، طبعا. فممكن الكلمه تاثر عليك حتى لو هتغير من مبادئك. طبعا كثير حتاثر، مو بس فيني، حتاثر بمشاعري كمان. يعني ممكن تكون كلمه حلوه تغير لي كل حياتي، حتى لو طالع من الشغل، طالع من البيت على الشغل، كلمة حلوة مثلا صبحيات حتلاقيها كتير حلوة. لا والله. يعني هي ممكن تغير جزء من مبادئك اللي انت ماشي عليها طول عمرك؟ طبعا طبعا ممكن، لاني بحبها طبعا. اذا بدي احبها، اذا بحبها انا، فانا ممكن اغير كل حياتي، ممكن اغير شيء انا نظم اموري عليه فحغيره كرمالها. بس دي بقى دي النقطة اللي انا بتكلم فيها، الاختلاف بين الراجل المصري والراجل السوري. احنا كبنات بنغير مبادئنا عشان خاطر الراجل المصري، خدتوا بالكم؟ احنا على فكره بنغير من حالنا، مو بس من مبادئنا، بنغير من حالنا كمان كرمال هي البنت اللي حنعيش معها طول العمر. يعني طب ازاي تحس ان البنت دي تستاهل؟ تستاهل ايه؟ تستاهل حبك. تستاهل حبي طبعا. حيكون هذا الشعور متبادل، حيكون شعور متبادل بين طرفين.
يعني انت بتحبيني انا بحبك، فنحن حنكون متبادلين هذا الشيء، فهذا الشيء نحن حيأثر علينا بعدين. كمان في ناس بتعاني من اللي يعني خد بالك يا عماد ان البخل العاطفي ليه اجزاء وليه انواع وليه اشكال. ليه هو؟ اقول لك يعني مثلا ابسط مثال الحب اللي هو من بعيد. تمام؟ كمسافة؟ في شخص كحب من طرف واحد. من طرف واحد، اوكي. تمام؟ الحب من طرف واحد ده في ناس تقول لك هو مش حاسس بيا او هي مش حاسه بيا، هي مش حباني، هي عندها البديل او هو عنده البديل. في ناس تانية يا عماد متخيل انها شايفه ان الحب من بعيد لبعيد ده احلى حاجه. لا شيء طبيعي، انت كلام بتحكيه كثير منطقي وكثير صحيح، لانه هو بسبب جرح بسيط قلب الانسان انه انا حبيت هي البنت بس هي البنت ما حبتني، فانا مستعد غير من حالي كرمالها. فانت حتى انا لو غيرت من حالي فهي راح تتقبل كونه عندها بديل. طيب في حاله اتعرضت عليا، شخص بيحب من طرف واحد، فبنساله انت بتحب؟ فراح قال اه انا بحب، والابتسامه على وشه ومنوره. فبقول له يعني حياتك حلوه؟ قال اه جدا. قلت له طب يعني بتتكلموا وكده يعني؟ فراح قال لا. فبقول له ليه؟ قال هي ما تعرفش ان انا بحبها. يا حرام. فبقول له ازاي وانت مبسوط؟ قال الحب من بعيد لبعيد من غير انتظار، من غير وجع، من غير امل. تمام. بتحب لوحدك، بتعيش احلامك كل حاجه لوحدك من غير ما يحصل مشكله، من غير فراق. بس طبعا هذا الشيء غلط، يعني لازم يعبر عن مشاعره. هو مبسوط كده. بيقول يعني مثلا لما بتيجي تبتسم او تضحك، لما ببص عليها بقول يا ربي معقول ممكن تكون بتبتسم لي انا. انت واخد بالك درجة الحب قد ايه يا عماد واصلة؟ لا هو مو بس حابب، هو مغروم. مغروم فيها. مو بس حابب، هو مغروم فيها. خد بالك هي دي اللي اسمها التضحية. قد ايه يعني الانسان اللي بيضحي عشان خاطر واحد بيحبه، بيضحي، مش بيضحي ان هو ياخد يعني يشوفه يتجوز شخص تاني، لا التضحية مش كده. التضحية ان هو يجي على مشاعره. بس طبعا هو لازم يعني لازم نعبر بهذا الشيء، لازم نشرح، نحط تحت الامر الواقع. هي بس محتاجة جرأة. بس في ناس يا عماد يعني مثلا لو انت بتحب شخص وبتبتدي توضح او بطريقة غير مباشرة ممكن يتجاهلك، ممكن يكون طبعاً عارف كده ويتجاهلك. طبعا في ناس طبعاً بتكون نيتها كويسة انها انا مش حاسس بيك فانا مش عايز اذيك فانا ببعد كل البعد. تماما. في ناس بتقول لا انا مش فارق معايا. تمام. من ضمن الناس برضو اللي اعرف عنها حاجات زي كده، قالت لي كلمة وجعتني جدا. تخيل بتقول ايه؟ شو هي؟ بتقول لي انا دايما بكون عايزاه وهو بيبقى عايز الدنيا كلها الا انا. يا حرام. وجعت لي قلبي بصراحة. انت متخيل؟ طبعا يعني هذا الشيء معكوس، لازم يكون كمان في شباب هيك يعني الايام. هو محتاج هي البنت والبنت هي بس مالها محتاجة. طيب انا عايز اسال سؤال، هو وجع الراجل اكبر من وجع البنت ولا وجع البنت اكبر من وجع الراجل؟ هلا انا بقول وجع الراجل اكثر. اشمعنى؟ هلا صعب كثير انك تلاقي، انا بالنسبه لي كشاب صعب كثير الاقي صبيه تكون عباره عن عماد. انا عماد ثانية تاني. واحدة، انت بتقول صعب جدا الاقي صبية تكون يعني الاقي نفسي معاها مع حد تاني. بس هي الجملة حلوة، الاقي عماد. الاقي عماد يعني انا بدي عماد، كوني انا بحب حالي او اي شخص، كل الاشخاص بتحب حالها يعني بتعتني بنفسها، فانا ممكن بس اطلع على عيونها لهالبنت لاقي عماد موجود قدامي يفهم علي باموري بتفاصيلي بكثير شغلات. بس في ناس كثير برضه يا عماد بتحب الاختلاف، يعني في ناس بتقول انا مش عايزه حد شبهي. عشان هو بالاساس ماله منيح. عشان هو بالاساس ماله منيح. ماله كمان في نوعيه من البنات بتقول انا بحبه مش عشان هي حباه او حباه على شخصه، عشان لاقيه معاه الامان. يعني ايه كلمه امان؟ لان خلي بالك دي بتختلف من مفهوم البنت لمفهوم الولد. هلا شوفي، الامان البنت لما تفقد الامان فهذا يا بيكون يعني عبارة عن سبب واحد اللي هو الأب. الأب؟ الأب، هي بجوز الأب ميت متوفي يعني،
بجوز الأب عنده حالة، عنده مرض أو عنده شيء قاعد بالبيت يعني، أو هامل بنته، هامل أسرته، يعني مهاجر لمنطقة تانية، أو ممكن متجوز واحدة تانية فهامل عيلته، فهي بحتاجة للأمان. فالأمان بالرجل طبعا يعني، الأمان بالرجل. بالله أنا بعدين مش بالرجل. هختلف معاك في النقطة دي على فكرة، إن فعلا يا جماعة الأمان بالراجل، لأن ممكن تكون في بنت عايشة حياتها طبيعية جدا، و بس هي عايزة تحس نفسها إنها مسؤولة من راجل، تماما حد بيقولها بتعملي إيه، يشاركها تماما تفاصيل يومها. تماما يعني إحنا صح كنا بنتكلم عن الـ الإدمان، اللي هو بتكون أنت متعلق بشخص جدا. يعني مثلا أنا ممكن يا عماد إن أنا أكون متعلقة بحد من صحابي، انت ممكن تحس بعد فترة ان انت بتحبه او انت بتحبها، بس انت خلاص انت عارف الشخص ده فاهمك بيحبك قد ايه او انت بتحبه قد ايه. طبعا يعني. حتى كمان احنا عندنا ادمان انا وياك اذا بدك، اللي هو مشاهدين طبعا، احنا اكيد كل تنين طبعا. لازم نطلع نشوفهم شو بيك. طبعا. بس طبعا احنا مستنيين اتصالاتهم يا جماعة، ما عايزين حد يتصل بينا ويتكلم معانا في موضوع احنا مستنيين رجب. احنا مستنيين رجب، بالاخص احنا رجب. مستنيين رجب. في كمان نوع من الرجاله لما يحس ان هو غلط في حق الست اللي كان نفسه يتجوزها او اللي تمام بيحبها، تمام بيحس ان هو فقد روحه. تماما انا واحد من الناس اللي هيك. انا لما لحظة لحظة لحظة، عشان ده اعتراف كبير جدا من عماد يا جماعة، طبيعي. ما تحكي لنا تجربتك. لا تجربتي هي قديمة جدا يعني، بقى لها اكثر من سنتين او ثلاثة تقريبا، حفوت بالثالثة. يعني قبل ما تكمل القصة بتاعتك، انت كنت بتعاني من البخل العاطفي نفسه، ان انت مش لاقي نفسك معاها، لا لا لا، ولا هي هي انا تلاقي نفس لاقي نفسي معاها ضبط، وملاقي عماد موجود فيها. بس اجت فتره، اول لقاء طبعا او اول فتره بتكون بالعلاقه، بتكون يا ميرنا هي البدايات. يعني بدايات كتير حلوه بص، دي طبعا. في اي علاقة، سواء اصدقاء سواء اصحاب سواء اتنين تماما متجوزين تماما مرتبطين، البدايات دي بتكون اجمل حاجة. تماما. حتى يعني ممكن احنا نكون يعني كنا متفقين لابعد الحدود يعني، بس في تدخلات خارجية مثل ما بنقول، بالنسبة للرفقات، بالنسبة انا للأصدقاء عايزة اتكلم في النقطة دي، مهمة طبعا. جدا. انت تعرف يعني احنا اتكلمنا فيها في الحلقة اللي فاتت، يا جماعة بنعيد للمرة المليون، ان اي تدخل في علاقة اتنين مرتبطين ممكن تأثر عليهم، طبعا طبعا كتير كتير حيأثروا، لدرجة خاصة ان لما الواحد 90%. يكون مرتبط بقاله سنتين ثلاثة، وممكن يعني ايه الولد يعني الشاب ما يصدقهاش والبنت ما طبعا تصدقوش يصير لمجرد في شيء كلمة اسمه شكك. شك. الشك هو الوحيد اللي بيأثر كتير يعني. قد ما كنا متفقين مع بعض، قد ما كان الشاب والبنت متفقين مع بعض، اي كلمة صغيرة من اي صديقة، من اي صديق لشاب او لبنت، ممكن يشكك فيها ويشكك بهالعلاقة، مش طبيعي يعني كتير. هي مش طبيعي بصراحة، لأن كمان في بنات بتكون يا عماد بتحب يعني اللي مرتبطة بيه صاحبتها، دي نوعية من طبعا البنات. أنا دي يعني غريبة جدا. مش بحسهم أصلا أصدقاء ولا يمتوا للصداقة في شيء، تماما صح. لأن إن خلي في علمك يا عماد إن البخل برضه موجود بين الأصدقاء، يعني مش علاقة بين ولد وبنت بس مرتبطين. طبعا انا مير ما بشوفها الا مرة بالاسبوع. هي بخيلة كثير على فكرة. لا والله عادي، عشان عندنا شغل احنا جايين يعني نفضح نفسنا قدام الناس. يعني على فكرة انا كل عيد حب طبعا، مو بس بعيد الحب، كل الايام هذا العيد انا قضيته مع امي، عايدة امي. ده حقيقي. طبعا لانه كوني ما عندي حدا، فرحت عايدة امي، قلت لها امي هذا العيد لك، انخلق لها بس بصراحة يعني. انا مش عارفه ارد على عماد، لان فعلا عيد الام لو اتخلق، سوري، عيد الحب لو اتخلق يبقى اتخلق للام، لان هي اكتر انسان لازم احنا نحتفل بيه ونقدره. ما يكفيهاش عيد ولا اتنين ولا تلاتة، دي السنة كلها أعياد. تمام صح. وفعلا ده حقيقي، أنا فعلا يوم عيد الحب دخلت على ستوري لعماد وتلاقيته فعلا بيأهل لمامته كل سنة وأنت طيبة. يعني هي تخيلي إنه هي الوحيدة اللي بتقول لك ما راح يحبك حدا قدي، ولا حدا حيهتم فيك قدي. فعلا يعني أنا خلقان منه، خلقان من جواتها، طالع من جواتها،
فتخيلي هذا الحب قديش ده فخر لك شو. طيب خلينا نروح لحاجه ثانيه. في نوعيه من الناس بتعاني من بخل جفاء اولادها عليها. تماما صح. يعني صادفني موقف معايا انا شخصيا، يعني كنت بتكلم على بابا وقد ايه انا بحبه وكده، ففي حد اعرفه لقيته قاعد متضايق، فبساله مالك؟ قال لي مفيش، قال لي ابوكي ده تاج على راسك. استغربت، قلت له طبعا ده شيء اساسي، بس ليه بتقول كده؟ قال لي انا بعاني من بنتي فاكراني ان انا مش بحبها. يا حرام. يعني شوف الرساله وصلت ازاي. تماما. يعني خليته ساب شغله خالص وبيقول بنتي حاسه ان انا مش بحبها. ازاي بيوصل الاحساس ده لطفله يعني مثلا سنها 17 سنه؟ اخ على هذا الاحساس انا متوقع جاي من الام. لا على فكره يا عماد، ممكن ال 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 البيئه المحيطه بالبنت او اصدقائها، يعني ممكن البيت يكون متكامل، اب وام ناس محترمه جدا ومربيين وبيت نظامي ماشي حلو قوي، بس ممكن الاختلاط اللي بره يا عماد، العند اللي هي في مرحله الشباب بقى اللي هي عايزه تظهر نفسها، واللي هي بص لو ما جبتليش الحاجه دي يبقى انت مش بتحبني. تمام. فهمت صح بقى النقطه صح دي؟ صح صح تمام. فممكن هي تكون حاسه بحاجه زي كده. تمام. حتى كمان احيانا بتكون غياب الاب عن شو يعني عن البيت، احتمال يكون نايم برا البيت، بينام برا البيت، بيجي مره بالاسبوع على البيت، فهذا الشيء حيأثر عليها. صح، هي حتكون مو مقطوع لا مصروف ولا حتى دراسه ولا محتاجه اي شيء ابدا، فحتأثر عليها بشو؟ في غياب ابوها عنها كون هو بيحبها او لا. قصدك ان هو ده الامل؟ طبعا هو ده الامل. في احد الناس اللي بتنزل على السوشيال ميديا اسمه محمد ال سعيد، طبعا انا الراجل ده هو شاعر انا بحب اسمع له جدا، بيقدم الشعر بتاعه مش مكتوب او كده، بيقدمه بالالقاء بطريقه حلوه جدا الشباب بتحب تسمعها. تمام. فمره بيقول ان هو حب واحده وسابته ومشيت، يعني سابته خلاص العلاقه انتهت، فرجعت له تاني، فبيقول لها، فبيقول معنى الشعر يعني ليه راجع؟ اقول لك انا ليه راجع. طيب. خذلك حبيبك اللي انت سبتني عشان. مش طبيعي. مضمون اللي انا بقوله لك ده ان ممكن حد يحس بالغلط ان هو ساب الشخص الصح وراح للشخص الغلط، هل ينفع بعد كده يا عماد الرجوع؟ طبعا لا، خلاص الحياة هي ماشي فما حنعيدها مرتين، نحن هي حتيجي بس مرة واحدة. يعني لو شخص واحد لو هو بيحبها بيسامحها، ولا هو خلاص الموضوع يعني تماما كده صعب، حيكون في شيء اسمه كرامة، حيكون في شيء اسمه كبرياء. كبرياء طبعا، يعني هذا الشيء صعب على الرجل انه يتقبله، انه انا حبيبتي سابتني لانه شافت شيء انا فاقده بشخص ثاني. كان لازم هي تربيه فيني، تطلعه فيني، تنميه فيني، فهي شافته بشخص ثاني، خلاص خليكي مع شخص ثاني غيري يعني. او ممكن تكون يعني ما حاولتش يعني تتغوط قوي في معرفتها بيك عشان تقدر تعرف ايه اللي انت ناقص فيك، صح كده؟ بجوز لا مو هيك، بجوز ان ممكن يكون نقص من عندها هي، بجوز نقص من عندها هي، محتاجه مثلا. هلا في صبايا كثير بتكون محتاجه شيء، بتكون ناقصها شيء بالبيت بتحتاجه بجوزها، بحبيبه، بصديقه، اي شيء مهم، يعني هي ناقصها شيء بالبيت، ناقصها شيء بالبيت كماده، كحب، كحنان، كاي شيء. بس خد بالك يا عماد برضه مفيش حد كامل. لا ابدا، مفيش حد كامل نهائي. يعني المواصفات اللي المفروض تبقى في اي راجل ان هو يكون محترم، متربي، تمام، عارف يتعامل مع صديقه، مع اخت، مع زميله، مع حبيبه، مع زوجه. شيء طبيعي، لانه احنا خلقنا لحتى نكمل بعض.
الشاب والبنت خلقوا لحتى يكملوا بعض، ما في حدا كامل. بس خد بالك يا عماد، يعني في ناس، يعني في واحد بيعاني ان هو بيحب اللي بيحبه زياده، وفي واحد بيعاني ان هو بيحب نفسه بزياده، وفي واحد بيعاني ان هو مش عارف يحبب اللي حواليه فيه، وفي واحد بيعاني ان هو فشل انه يحب نفسه. كلها بيبقى ليها علاقه بالحب. تماما، عيد الحب. عيد الحب، شو هيك اخترعوا عيد الحب؟ طبعا انت بتحبي هيك شيء؟ بحب عيد حب. والله انا يعني كاميرنا، يعني مش اولا بحسها بدعه. هي بدعه، هي بتبقى حلوه مع الاثنين فعلا بيحبوا بعض، اثنين فعلا بيقدروا بعض، كونوا يوم مميز لهم. بس يعني لو اثنين مرتبطين بتلاقيهم بيحتفلوا بأعياد الميلاد، بيحتفلوا باليوم اللي تعرفوا فيه، باليوم اللي جابوا اول هديه فيه. تخيلي، بعرف صديق لي متجوز بيوم عيد الحب، فالهديه حتكون هديتين. يا ويلو يا ويلو يا سواد ليلو اذا ما جاب هديتين. بس فعلا انا فعلا البنات بتهتم بالتواريخ بطريقه غير طبيعيه. تماما صح، ان هو كل ذكرى فيها حاجه معينه، كل تاريخ فيه، يعني قال لك في اليوم ده كلمه كده، الكلمه دي ما ينفعش ينساها. يكون مثلا وفاه او حاجه مثلا حصلت معها حلوه، في كتير تواريخ. يعني انت لو ما افتكرتهاش دي تبقى مصيبه. مش بس مصيبه، حتكون كارثه. يعني مثلا بتروح عند الكوافير بتقص شعراتها 2 سم وتيجي بتقول لك شو تغير فيني، ويا ويلك اذا ما عرفت. لا وكمان موضوع اللي هو لما تسالها مالك، وانت لو مهتم كنت عرفت لوحدك. طبعا، ما انا حالا بالغيب يعني. لا بس انت عارف ليه البنات بتقول كده؟ انها بتوصل لدرجه من الاحساس شديده جدا ان انت بتكون حاسس بيها، فاوريدي هتعرف لوحدك مودها هتغير من ايه. يعني هي عايزاه توصل لي فكره انه انت لازم تكون عارفان مالي. بالظبط كده. صح. هي يعني بص، على قد ما البنت يا عماد بتتحمل المسؤوليه، وعلى قد انها بتتحمل ممكن تاخد وجعك وتعبك كله ليها. يعني صح. دايما بحس البنت انها عامله زي ايه، يا اسفنجه كده بتغب، بتمتص كل حاجه. صح. وبعد كده هي ممكن لوحدها بتلاقيها بتقعد تعيط من زعلها عليك على فكره. صح صح تماما. بس هي عايزه تمتص كل حاجه فيك عشان تخليك انت هادي وتريحك. لان انت لما تكون مخنوق ده هيأثر عليها. تمام. هيأثر عليها بنتيجه عكسيه. انا هي هيك فئه من البنات انا كثير بحترمها وكثير بقدرها على فكره. لو هي عن جد لازم تتجوزها فورا. في بنات عندنا كثير في مصر بالمنظر ده. والله؟ كثير قوي. ما شاء الله. بعاني من نوعيه ناس بتكون ايه بقى؟ انا بحبك. لا مش انت يا عم. انا بمثل لك الموقف تمام، وانت مش هتكون غير ليا انا. فببتدي باخد الموضوع تحدي. هنا ده ما بيبقاش اسمه حب يا عماد، ده بيبقى اسمه أبدا. امتلاك. تمام. مو بس هيك، في فئه من البنات بتلاقيها بتتحدى اصدقائها. بتتحدى اصدقاء يعني ايه بتتحدى اصدقائها؟ لحتى توقع شاب بحبه فعلا. نتيجه هذا الاختبار او نتيجه هذا الشرط حيكون ايه؟ حيكون انه فعلا بيوعوا بالحب مع بعض وبيتجوزوا. وهي ما بتكونش قصدها كده. ما بتكون قصدها، قصدها بس تجاكر رفقاتها. بس انا مش بحترم النوعيه دي. ولا انا بصراحه، لانه هي نوعيه عباره عن الذات، يعني شوفوني انا شو حساوي. فهذا الشيء يعني ثقه بالنفس زياده. ثقه بالنفس ودتها للزواج. فهذا ما في حب ابدا. هي حبته فعلا. خلاص هي ما كانتش مرتبه لكده. بس هي ما كانت مرتبه ابدا، هي بس عم تورجي رفقاتها انه هي صبيه حلوه وممكن توقع اي ولد، اي شاب ممكن يوقع فيها. فهذا الشيء غلط تماما. في برضه نوعيه من البنات اللي هي طالما ذكرت النوع ده من البنات، انها بتدخل ممكن لو ولد بيشتغل في مكان او حاجه ممكن تدخل داخل مكان عشان تعكسه. شفتي النظريه تبعيتي؟ دراسه تبعيتي؟ شفتي الدراسه؟
انه نحن ما بنحكي مع بنت الا اذا البنات حكوا معها. لا ثانيه واحده ثانيه واحده يا عماد، انا بختلف معك في حاجه. انا ماشي اوكي انا معك، بس برضو انتوا اولاد يعني ما حدش يعرف العيبكم، ولا بتدخلوا دخلات ازاي على البنت، ولا بتكلموا البنت ازاي. هلا عادي انا ممكن انا اقول لك شو حساوي مثلا. ممكن في شباب، في رفقات الي بس كان يلحق صبيه كان يحبها كثير بصراحه، فوصل لدرجه انه خلص انا لاقوا لي حل، انا هي الصبيه بدي اياها، انا رحت لحاكيها رحت هي، فهي رافضه تماما. فهو هي كانت ساكنه بسكن جامعي، فراح لتحت سكن الجامعي تبعها، جاب لها باقه ورد، وقف له صار يصرخ باسمها، يا بتنزلي هلا بتاخذي باقه الورد بتحبيني، يا اما مالي طالع من هون ما حامشي من هون. فعلا اجت الشرطه اخذته. بتهزر؟ مش طبيعي. لانه في حاجات مجنونه الناس بتعملها يوم عيد الحب، يعني في ناس طبعا الناس اللي هم تقليديين اللي هم بيجيبوا ورد، بيعملوا بيسهروا في مكان، بيجيبوا هديه، الحاجات اللي احنا عارفينها دي. لكن لما حد مثلا يجيب شيبسي او كاراتيه او اي حاجه من الحاجات اللي هي بتتاكل النقنقه دي، هي بتكون هي البنت عباره عن بنت فجعانه. لا 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 ثواني، مو حابه تشبع بنومه. لا 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 مش هو اللي بيجيب لها، هي اللي بتجيب له. هي بتجيب له؟ آه. هو داخل على طمع اصبح، داخل على طمع في كيس شيبسي يعني؟ اه طبعا بجوز هو. لا هي ممكن البنات بتوضح يعني ان دي قيمتك. معقول؟ اها طبعا كثير. طب ليش ما بتاخذيها من منظور ثاني اللي هو انا حياتي بسيطه جدا، انا بدي اكون متميز. حلو قوي حلو قوي الكلام ده. ان عايز اقول ان الهديه مش 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 بغلاوتها ولا بتمنها الغالي. تمام. يعني انت لو فعلا بنت بتحبك، انت بتحب بنت، لو جبت لها شوكولاته صغيره، بالونه صغيره، هتلاقيها فرحت جدا. تمام. وحست قد ايه ان مهتم فيها، انه مهتم فعلا. يعني مثلا انا صادفني موقف ان بنت جابت ايفون لحبيبها. انت جبتي الايفون برضه؟ انا جبت الايفون. جابت ايفون لحبيبها هديه الفالنتاين. ايفون؟ ايفون. طب فين البنت دي؟ جابت له الايفون، والمفروض ان هم مخبيين الهدايا يعني ورا بعض، ومستني التاني هيشوف جاب له جاب للتاني ايه. فهي فاجئته وجابت له كرتونه الايفون، فهو ما كانش جايب لها غير ورده، ما كانش معاه فلوس يعبر لها ازاي انها بتحبه. يا حرام. على قد ما هي بتحبه، رجعت فرحت قوي قد ايه بالورده دي. انا عايزه اقول حاجه، لان احنا تقريبا وصلنا كده، ان احنا متاخر وكده وصلنا لنهايه الحلقه. عايزه اقول، عايزه اتكلم في موضوع مهم جدا، ده موضوع بعيد كل البعد عن الحلقه، بس انا عايزه اتكلم فيه. في نادي كبير في مصر الجديده، المفروض ان النادي ده مهم والناس بتعمل فيه عضويه، وفي طالب اسمه كريم محمد صلاح كان عامل فيه عضويه، وده طفل كان عمره ما يتعداش 13 و 14 سنه. الطفل ده اتلموا عليه شباب ضربوه من سنه. ليه؟ عشان هو كان بيلعب كوره والكوره خبطت في بنت صغيره. المشكله مش هنا، المشكله ان الناس اللي ليها علاقه، الناس المسؤولين في النادي كتموا على الموضوع وعارفين ان الولد متصاب وعنده غرز، والمفروض انهم يعني يلحقوه يخيطوها. قالوا لوالدته روحي بيه ما فيهوش اي حاجه، ده خبطتين وتمام. عرفنا بعد كده ان الولد اللي ضرب كريم ابن احد مسؤولين النادي، فطبعا فكتموا على الموضوع. انا مش هتكلم في الموضوع ده كتير، لان انا عندي تفاصيل شديده جدا هعرضها الحلقه الجايه، والموضوع ده مهم بالنسبه لي. فموضوع كريم هيتفتح الحلقه الجايه. اكبر من كده انا حبيت بس اقول كلمه بسيطه في الحلقه دي عشان تعرفوا قد ايه بيبقى في نوادي كبيره ما بيبقاش فيه اهتمام، عشان بس ده ابن فلان وابن فلان. عايزه اقول حاجه بالنسبه لموضوع الحلقه يا عماد. اهتم بنفسك، اهتم بنفسك. تمام. اهتم بيها، حسسها بالامان، حسسها قد ايه انها مهمه.
النقاش بيحل كل حاجة. شيء طبيعي. عايزة أقول يا جماعة إن الكرامة مهمة. خليك ما تتنزلش عن كرامتك عشان توضح انت قد ايه بتحبها. انت ممكن تكون محافظ على كرامتك وحافظ على كبريائك وتوصل لها انت بتحبها قد ايه، وكذلك انت كبنت برضو. صح. الموضوع الحلقه يا جماعه مهم جدا، لانه مش بيخاطب اتنين بيحبوا بعض، لا ده بيخاطب اب ام زوجه زوج بنت طفل، ناس عامه اجمالا، لان هو بخل في العواطف وفي المشاعر. تمام صح. انت كصديق ليه انا ممكن ابقى بخلان عليك في حاجه، صح فاهمني؟ عايز اقول بالنسبه للراجل اللي قال بطه حلوه بتقول كاك تاني، بجد هو بيحبك قوي بجد. انا بشوفه عينيه بتلمع قد ايه لما بيجيب سيرتك، بيهتم بادق التفاصيل اللي ممكن ما تكونش مهمه لكنه بيهتم. هذا شخص كتير بحبه. شكرا جدا، كتير بحبك جدا، دير بالك عليه. وعايزة أقول للناس اللي هي بتحب من طرف واحد ومش لاقية نتيجة، هيجي وقت وهتعرف إن هيجي وقت وهيجي لك حد يقدرك ويشيل عنك الويل اللي انت شايفه من الإنسان اللي انت بتحبه. كانت حلقة حلوة. ايه والله كتير بصراحه كانت حلقه حلوه، بتحكي عن كتير شغلات. هي الحلقه ما بتنتهيش، لان الموضوع ده بيطول شرحه كتير، وفي ثغرات كده كنا عايزين نتكلم فيها بس هنأجلها للحلقه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده من برنامج اي ام بالعربي ان شاء الله.